هلو شباب، رجعنا لكم فيديو جديد، يوم جديد مع محمد ديما. الفيديو اليوم رح نحكي عن يوتيوبرية السوريين نشيل الساعة. وسام تيكيت نشر فيديو بعنوان ما عندي دعم ام سي بوكسر. طبعا بهالفيديو عم ينتقد محمد جواني محمود ديشكو. بدي وصل رسالة صغيرة لليوتيوبرية السوريين. اخواني، هذا الفيديو لا له انتقاد ولا له بحث عن شهرة، لانه انا ماني متعود انشهر على ظهر غيري، بس انه بكفي يعني حاجتنا بقى. يعني اخواني، بدل ما نوقف مع بعض، بدل ما نوقف جنب بعض باليوتيوبر او باي مكان او باي دولة كنت فيها، بدل ما نكون مع بعض، بالعكس نحن واقفين ضد بعض ومالنا مع بعض. لما بتلاقي يوتيوبر نزل فيديو غلطان بشي او اي شخص مشهور غلطان بشي، بتلاقي دغري رقد وعمل انتقاد عليه. شوفوا اليوتيوبر العراقي، يوتيوبر السعودي، الاردني، اي دولة كانت، بتلاقي كل اليوتيوبرية بايد واحدة ومع بعض صف واحد. وما نهار شفت يوتيوبر بينتقد يوتيوبر تاني نفس بلده. الا نحن السوريين، بتلاقي واحد نشر فيديو كون غلطان او عمل شيء يعني غلط، بتلاقي اخو السوري الثاني يقول كمان عم يدور على شهرة او مشهور هو، بس لقى له حجة او فكرة جميلة مثلا عم ينتقد فيها هذا الشخص تاني. طب لا، شو لا تنتقده؟ ما هو ابن بلدك مثلك مثله. بس نحن شعب سوري متعودين نكون بس زلم على بعض. وسام تيكيت حبيبي، انت هذا الفيديو منتقد فيه محمد جواني طبعا، محمود يشكو ومرسال. انا ما بدافع عن محمد جواني او غيره وغيره. طبعا كمان عندك محمد جواني ومحمود يشكو داروا على شهرة بحجة راح يتسكر قناتي، يطير قناتي. وطبعا اخواني هذا كله كذب كذب، بس لحتى تساندوا جيب مشتركين اكتر. يعني هاي المغزى بكلمة مع اللي مساندة فلان فلان. برجع بالكون، انا لاني مع هاد لاني مع هاد، وانا كلامي هاد لجميع السوريين مو شخص او شخصين. يعني يا اخواني، بدل ما نكون صف واحد بيد واحدة، نحن دايما عطول منكون ضد بعض وعكس بعض. بتمنى تفهموني وما حد يفهمني غلط. انا معنى كلامي بدي نكون كلاتنا ايد واحدة، سوريين نكون ايد واحدة، دم واحد، روح واحد، باليوتيوب كان او بالواقع. يعني مثلا هلا بتلاقي السوري ماشي مع واحد تركي بيعلم التركي على السوري، او باليوتيوب بتلاقي للسوري عم ينتقد اخو السوري، او على الفيسبوك بتلاقي السوري كرمال بنت عم بيسب سوري الثاني. يا جماعه الخير، توحدوا لنعلى. لو كنا ايد واحده ما كان وصلنا لهون. نحن بايدنا وصلنا حالنا لهون، نحن بايدنا زلينا حالنا لهون، نحن بايدنا خلينا حالنا نحتاج غيرنا. واكثر المشاهير يوتيوبرية السوريين بينشهروا على ظهر بعض بانتقادات بعض. وسام تيكيت، انا بحبك كثير، لا تفكر هذا انتقاد لك او تفكر اي شيء ثاني. محمد جواني، وانت نفس الشيء، ابن بلدي بتضل ابن بلدي واخوي. محمود ديشكو، مهضوم وهضامتك كثير بحبها. رساله لكل يوتيوبر سوري، كون بحالك احلالك. بدك تنشهر، شهر بافكارك وشهر بموهبتك، لا تنشهر على ظهر حدا او انتقاد حدا. لا تنتقدوا بعض لانه عم نضر بعض. وسام تيكيت، انت هلا انتقدت الشابين هدول، هلا هنن احتمال يردوا لك الانتقاد. رساله لكل واحد سوري، بتمنى تكونوا ايد واحده ما تكونوا ضد بعض. نحن اخو، ضل سوري. وسام تيكيت، انت شملت السوريين كلها كلمه سوري عاها. لا، كمان ما حلو منك هذا الشيء. بجوز يطلع كم واحد عاها، بجوز يطلع 10% عاها. ما حلو انك شملت كل السوريين بكلمه عاها. برجع بقلكم، بتمنى ما حد يفهمني غلط، لانه انا كمان بحبكم وبنضل نحن اخوه سوريين، ويا ريت نضل ايد واحده. انا كل قناتي بحاول اشمل كل العرب انه نكون ايد واحده، بحاول اني فهم كل العرب انه نحن ايد واحده دم واحد. ما بحاول اني فرق بين ان كان سوري او اردني او فلسطيني او عراقي او 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 سعودي او فلان فلان، شو ما كان يكون، نحن منضل عرب. يا ريت الكل يفهمني. لا تنسوا بلاد العرب يا اوطاني.